السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نصدر من الريفت الى السينما 4D. اول حاجة اكون واقف على 3D، وبعد كده هقول له صدر لي امتداد للدي اكس اف. نجست اخطر من ان حاجة مثلا تكون 2004 مثلا او 2007. ماي دوكومنتس خليها على الديسكتوب. تمام، في حاجة تانية؟ لا مفيش. طيب اوكي، هيبدأ يصدر لي ايه الموديل لبرامج سينما 4D. الريفت من برامج البيم اللي بتعمل الموديل. السينما 4D بيعمل موديل بس مبقاش عارف ان ده بيم، يعني مبقاش عارف الحيطان من الابواب من الشبابيك، هو بيعمل كتل وخلاص. فانا بحب استخدم ده ان انا اعمل الموديل، بدخل على السينما 4D اقول له هنا ايه اوبن، اروح للديسكتوب واختار ملف الدي اكس اف. اللي هو دوت، اقول له ايه اوبن، بيبدأ يقول لي السكيل. تمام، تبدأ تشوف اذا كان في حاجة انت عايز تغيرها ولا لا، وبعد كده بتقول له اوكي. بيبدأ يفتح المشروع بالشكل دوت، فتبدأ انت بقى تظبط الليارات وتظبط الالوان وتظبط الاضاءة وتظبط اي حاجة محتاجة تظبيط. بس خلاص الموديل بقى معاك، تبدأ تطبق عليه موضوع الريندر والكاميرا والإضاءة وكل حاجة.